لكن العلامات الكبرى التي جاءت الأحاديث الكثيرة تشير إلى أنها إذا ظهرت تتابعت كخرزات العقد، مثل العقد اللي فيه خرزات، إذا قطعته تسقط خرزة تلو الخرزة، وكل علامة منها أكبر من أختها، تظهر علامة تتلوها علامة أخرى، فثالثة فرابعة، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. ليس كالعلامات الصغرى التي لا يربطها رابط واحد، العلامات الكبرى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل لنا تاريخ يحدث مباشرة قبل قيام الساعة. والعلامات الكبرى نوعين، نوع يشير إلى اقتراب الساعة، ونوع يشير إلى حلول الساعة، حان وقت. فالعلامات التي تشير إلى اقتراب الساعة تبدأ بالمسيح الدجال، والعلامات التي تشير إلى حلول الساعة فظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها. ولنبدأ بهذه العلامات، وأولها ظهورا هو المسيح الدجال. فتنة عظيمة، بل هي أعظم فتنة، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة ما من أمر أكبر من الدجال. ما في فتنة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى أن تقوم الساعة، ما في فتنة تمر على البشرية أعظم من فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال تظهر في آخر الزمان عند حلول الساعة، عند اقتراب الساعة. ويقول ابن الأثير: سمي المسيح لأن عينه ممسوحة أعور، فسمي المسيح، وسمي الدجال لأنه كذاب. أما المسيح عيسى عليه السلام فسمي المسيح لأنه كان يمسح الناس فيشفيهم من الأمراض بإذن الله، ففرق بين الأمرين. ولذلك يسمى كذلك المسيح الدجال المسيخ، لأنه ممسوخ العين من المسخ. يظهر هذا الرجل في فترة تكون أحوال المسلمين فيها قد بلغت شأنا عظيما، الأمة تقوى وتظهر مكانتها ويظهر شأنها بين الأمم، فكأن يأتي المسيح الدجال ليحاول أن يكسر شوكة هذه القوة التي ظهرت بين المسلمين. تشير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة إلى هذه الأحوال قبيل ظهور الدجال، كما جاء في الحديث الصحيح في سنن أبو داود، وكذلك رواه غير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم، الأوروبيين والأمريكان، هؤلاء يسمون الروم، ستصالحون الروم صلحا آمنا، يكون بيننا وبين الروم صلح، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، نشارك نحن مع الروم في قتال عدو مشترك من ورائنا، أين؟ وراءنا وراء الروم. فينتصر التحالف الإسلامي النصراني ضد هذا العدو المشترك، ثم ترجع الجيوش المنتصرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تغلمون وتسلمون، يعني المصائب والقتل في المسلمين والنصارى قليل، انتصار عظيم لهذا التحالف، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي التلول بمنطقة في الشام. هناك يرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب. معركة تحالف بين المسلمين والنصارى، الآن هذا يريد أن يجعل الفخر كله للنصارى، فيقول: غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيأخذ الصليب فيدقه، يكسر الصليب، فعندئذ يهجم النصارى على المسلمين فيغدرون بهم، وتبدأ الملحمة، كما جاءت الأحاديث الكثيرة تشير إلى هذه الملحمة، تسمى هذه المعركة بين المسلمين والنصارى الملحمة الكبرى. يبدأ القتال العظيم بين المسلمين والروم، فيثور المسلمون الموجودين في هذا الوقت في هذا المكان، يثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة، هذه المجموعة من المسلمين الموجودة في ذلك المكان يستشهدوا، وتأتي مجموعة من المسلمين فتهجم على النصارى فتقتلهم وتسلب منهم. فعندها تجتمع قوات النصارى من أنحاء الأرض، تجتمع على المسلمين 80 راية، لعلها 80 دولة، لا يقل عدد القوات تحت كل راية عن 12,000. فإذا يجتمع جيش تعداده حوالي 1,000,000 أو يزيد، وتبدأ المعركة الكبرى بين المسلمين والنصارى. ويأتي الروم حتى يحتلوا الشام، وتخرج قوات المسلمين منطلقة كما في الحديث من المدينة، شرفها الله تعالى وصلى على ساكنها أفضل صلاة وتسليم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، مناطق في الشام، فيخرج لهم جيش من المدينة. هذا الحديث في صحيح مسلم. من خيار أهل الأرض يومئذ، هذا الجيش الإسلامي الذي يخرج هو أفضل أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا صف الجيشين، قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، الجماعة اللي هجموا على جماعتنا وأخذوا منهم، دعونا نقتلهم. طبعا هؤلاء هجموا لأن النصارى قتلوا في المسلمين. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيبدأ القتال. جيش الروم عظيم ويكاد يهزم جيش المسلمين. يصف النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك عدد من المسلمين الذين انضموا إلى هذا الجيش دينهم رقيق، فيرتدون خوفا من الكفار ينضمون إلى النصارى. ثلث الجيش الإسلامي من هؤلاء ضعاف القلوب يرتد وينضم إلى النصارى، فتزداد قوة النصارى وتقل قوة المسلمين. فعندئذ تقوم جماعة من هذا الجيش الإسلامي فتشترط شرطة، يعني شرطة على الموت، يتعاهدون على الموت ويهجمون على النصارى هجمة واحدة، فيقتلون جميعا، يستشهدون رحمهم الله، ويستمر القتال في ذلك اليوم إلى الليل، ثم يتحاجز الفريقان عند الليل. وفي اليوم التالي يبدأ القتال مرة ثانية، وتقوم جماعة تشترط الموت فيتقاتلون وتفنى هذه الشرطة، ويحدث مثل ذلك في اليوم الثالث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام. الآن يأتيهم المدد من باقي ديار المسلمين، يصل في اليوم الرابع تصل القوات الإسلامية من المناطق الأخرى، فيتقوى الجيش الإسلامي فيهجمون على النصارى فيقتلون مقتلة لم يرى مثلها، مذبحة تحدث في هؤلاء النصارى. يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه المذبحة التي انتشرت بين النصارى، يعني يكاد يفنى كل الجيش النصراني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم، يمر الطير فوقهم، فما يخلفهم حتى يخر ميتا. من الأمراض والنتن اللي حدث بينهم يسقط الطير ميت. يصف النبي صلى الله عليه وسلم كم هذه المقتلة التي حدثت بين هذا الجيش النصراني، فيقول: فيتعاد بنو الأب، يعني أفراد العائلة الواحدة، كانوا 100 فلا يجدون إلا واحد. هكذا مقتلة هائلة تحدث في النصارى. هذا النصر العظيم الذي يحدث للمسلمين يغيظ الشيطان، 80 جيش نصراني يهزم هزيمة واحدة ويقتل بهذه الطريقة ويعلو شأن الإسلام بهذه الطريقة، فيغضب الشيطان غضبة عظيمة لما حدث لأتباعه وأنصاره، كيف يهزمون هذه الهزيمة وكيف ينتصر التوحيد هذا النصر. فيصرخ الشيطان حتى لا يستمر المسلمون في الهجوم على أوروبا ويكملون، خلاص الجيش النصراني انهزم، فحتى يتوقفون يصرخ الشيطان صرخة في المسلمين، يقول: خرج الدجال في أهليكم. فتنتشر المسألة بين المسلمين، يعرفون أمر الدجال. شوفوا توارث هذا العلم يظل إلى ذلك الوقت، فيرجع الناس كل واحد راجع إلى بيته، فيتبين أن الأمر كذب، ما هو صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يخرج من هؤلاء، يعني يبحث عن أمر الدجال، يقول: فيبعثون 10 فوارس طليعة، يعني بداية بحثونا الأمر، شوفونا حقيقة الأمر، والجيش يبدأ يرجع يتفرق، لكن الجيش بطيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. يرجعون فيجدون أن الأمر ما هو صحيح. فلما يتفرق الجيش الإسلامي عندها يظهر الدجال. فهذه الملحمة هي المقدمة لظهور المسيح الدجال قبحه الله. الدجال جاء وصف عام له في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى الدجال في الرؤيا، رآه، ورؤيا الأنبياء حق. فوصفه للمسلمين قال: رجل. هل هو رجل من الإنس أم رجل من الجن؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فيطلق اسم الرجل على الإنس والجن. أكثر العلماء على أنه من البشر، بعض العلماء أشاروا إلى أنه شيطان يتمثل في البشر، لكن أكثر علماء المسلمين على أنه من ذرية آدم.
رجل جسيم أحمر جلد أحمر، جعد الرأس شعره رأسه مجعد، أعور العين كأن عينه عنبة نافية، مثل العنبة اللي مأخوذ ماءها ما لا يبقى منها، فهكذا شكله عينه. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم علامة ظاهرة واضحة له، جاء في صحيح البخاري كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الدجال، إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، ألا إن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر، في المسافة اللي بين عينيه مكتوب كافر. وجاء في صحيح مسلم: مكتوب بين عينيه كافر. وجاء النص في حديث آخر: كاف فا را، ثلاثة حروف مكتوبة بين عينيه، يقرأها من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. المؤمن فقط هو اللي يقرأ هذه الحروف، أما الكفار لا يرون هذا عليه. وجاء من صفاته كذلك أنه عقيم، لا يبقى له أولاد من بعده، العقيم أو أنه عقيم لا يولد له، يعني قالوا لا عقب له، يعني ليس له أولاد يعيشون بعده، كما جاء في صحيح مسلم. ويدعي أنه الله، حاشا لله سبحانه، ويعطيه الله عز وجل من القدرات ما يفتن بها الناس حتى يصدقونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه الناس، يقول: كيف تصدقونه؟ كيف تصدقون أنه الرب؟ جاء في الحديث تعلموا، في حديث صحيح مسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، يعني في الدنيا لا نرى الله، فكيف ترونه أمامكم ويقول هو الله؟ الله لا يرى في الدنيا. وجاء في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار إلى عينه، وأن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، العين اليمنى عوراء، كأن عينه عنبة طافية. هذا الدجال يعطيه الله عز وجل القدرات، فمن أول قدرات أنه يتحرك ينطلق في الأرض سريع، سرعة عجيبة. جاء في الحديث في صحيح مسلم: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سرعته فقال: كالغيث استدبرته الريح، مثل المطر اللي جاء في ريح عاصفة، هكذا سرعة الدجال وتحركه في الأرض، فيجول في أقطار الأرض ويدخل كل البلاد إلا مدينتين شرفهما الله عز وجل ومنع الدجال من دخولهما. في الصحيحين البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، كل بلد سيدخله الدجال إلا مكة والمدينة. وسنفصل قضية مكة والمدينة فيما بعد. ويعطيه الله عز وجل أمرا يفتن به الناس، يعطيه جنة ونار، يسير معه نهر من ماء لونه أبيض ونهر من نار يسيران معه حيث سار. جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وفي صحيح البخاري ومسلم كذلك: إن معه ماء ونارا، فناره هذا النهر اللي شكله نار ماء بارد، وماؤه نار. وجاء في صحيح مسلم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، أنا أعرف اللي مع الدجال أكثر مما يعرفه الدجال نفسه. طيب، عند النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاع الله عز وجل له: معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركنا أحد، أي واحد فيكم لا سمح الله يدركه الدجال، فليأتي الذي يراه نارا وليغمض، اذهب إلى النهر الذي هو نار وغمض عينك، ثم طأطئ رأسك واشرب. يقول: ثم ليطأطئ رأسه فليشرب منه فإنه ماء بارد. سبحان الله. ويعطيه الله عز وجل القدرة على الاستعانة بالشياطين فيعينونه على فتنته، فيأتي للرجل يقول له: أنا ربك، فينكر، فيقول: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك، لو أحييت لك أباك وأمك تؤمن بي؟ فيقول الرجل: نعم. فيتمثل له الشياطين، يخرجون له مثل أبيه ومثل أمه،
ويقولون له يا بني اتبعه إنه ربك. فتنة عجيبة. فيبدأ الناس يقبلون عليه، والأكثر من ذلك يبدأ يتحكم في الأرض وفي السماء، شيء عجيب، قدرات، فتنة ليس مثلها فتنة على مر التاريخ. جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. يقول للأرض اخرجي لهم الثمار والزروع أمام عيونهم، تخرج الثمار والأشجار والزروع. يأمر السماء أن تنزل المطر، تنزل المطر. يأمر البهائم فتمتلئ ضروعها لبنا وتمتلئ أجسادها لحما، ويتركهم على هذا الخير العميم. يأتي لقوم آخرين يدعوهم فيكفرون به، فيأمر السماء تتوقف عن المطر، ما ينزل عليهم مطر. يأمر الأرض فتموت أشجارهم ونباتاتهم، وتهزل حيواناتهم وتمرض وتموت، ويعيشون في شر حال. أي بلاء، أي فتنة. والأكثر من ذلك يحدث له، كما جاء في الحديث يقول: يمر بالخربة، الناس معاه متجمعين، يمر على أرض خراب ليس فيها شيء، فينادي الأرض يقول: أخرجي كنوزك. ما يشوف الناس إلا الأرض تنشق ويخرج منها الذهب والفضة، وتبدأ هذه الجمادات تمشي وراه، تتبعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيعاصيب النحل، تمشي وراه مثل النحل، شلون يلحق الإنسان. يقول تمشي هذه الكنوز، تمشي وراه وين ما يروح، وراه الكنوز. الناس يرون هذه المشاهد، يتحكم في الأرض، يتحكم في السماء، يتحكم في الكنوز، يتحكم في المطر. فيدخل الناس في دينه أفواجا، ويظل يفتن الناس 40 يوما فقط. هذا كل مكث الدجال 40 يوم فقط. لكن هذه الأيام ليست أيام عادية. يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام، يقول: يوم كسنة، يوم يطوله الله عز وجل حتى يصبح ذلك اليوم من الفجر إلى الليل كأنه سنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي أيامه كأيامكم. فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من حرصهم على العبادة والدين، قالوا: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ فقال: لا، اقدروا له قدره. قدروا، احسبوا كل 24 ساعة تصلون 5 صلوات، ما يصير تصلون 5 صلوات في سنة. فهذا فيه تعليم لنا أنه إذا طال الليل أو النهار أو انطلق الناس إلى أماكن أخرى، يذهبون إلى كواكب أخرى مثلا، أو لازم يقدروا الأمر ولا يعتمدوا على المواقيت التي تختلف عن مواقيت الأرض. ويظل الدجال يفتن الناس. يخرج الدجال في منطقة يصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول: إنه خارج بين الشام والعراق. في هذه المنطقة يخرج الدجال، يقول: فعاث يمينا، نشر الفساد في جهة اليمين، وعاث شمالا، يبدأ باليمين ينشر الفساد شرقا، ثم ينطلق غربا فينشر الفساد. يا عباد الله فاثبتوا، ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم، اثبتوا. أشد الناس ولاء للدجال واتباعا له ونصرة لدينه سيكون اليهود. جاء ذلك في أحاديث كثيرة، منها ما يرويه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. الطيالسة إذا شايفين اليهود يضعون على أكتافهم مثل لفافة تنزل على الكتفين، هذه من علامات دين اليهود. فهؤلاء اليهود المتدينون، يعني هؤلاء الأنصار، وقد علمنا نحن من اطلاعنا على دين اليهود أنهم ينتظرون المسيح، يسمونه ذا مسايا، هذا معروف في دين اليهود. فلما ظهر المسيح عليه السلام قالوا: لا، هذا ليس هو المسيح. فلما يأتي المسيح الدجال يؤمنون به، وفي كتبهم يزعمون أنه يخرج في آخر الزمان، فيبلغ سلطانه البر والبحر، وتسير معه الأنهار، ويزعمون أنه آية من آيات الله يرد لليهود ملكهم. فمن هذا السبب يتبعونه، يعتقدون أنه باتباعهم له سترجع الأرض تحت سيطرة اليهود. ويدخل الدجال في كل مكان إلا مكة والمدينة، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وروى البخاري كذلك: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب
على كل باب ملكان. وجاء في صحيح البخاري ومسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين، يعني كل باب من أبوابها، كل مدخل من مداخلها عليه الملائكة تحرسها، كل ما جاء يحاول أن يدخل الملائكة تمنعه بسيوف من نار ما يستطيع يدخلها، فيظل يتحايل على المدينة يحاول أن يدخل والملائكة تمنعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رجله بالسبخة، يضع فقط رجل واحدة في منطقة السبخة من المدينة. منطقة السبخة الأرض التي لا تنبت زرع، وهي قريب، يصفها العلماء قريب من المكان الذي فيه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة شرفها الله. عند ذلك المكان يضع رجله، زلزال يحدث في المدينة عندما يضع رجله في المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فعندئذ يخرج من المدينة كل كافر ومنافق فيتبعون الدجال. جاء في الحديث الصحيح الآخر عن المدينة أن المدينة تنفي خبثها، الخبيث ما يستطيع أن يقيم في المدينة، يجعل الله سبحانه وتعالى يعني إقامة وجيزة ثم يتركها، ما يستطيع أن يثبت فيها. كيف ننجو من الدجال؟ جاء في الأحاديث الصحيحة في سنن أبي داود وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا، يقول: اهربوا منه، لا تقفوا له، لا تنتظروه، فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسبه أنه مؤمن، يحسب يأتيه الرجل وهو يظن في نفسه الإيمان، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. من هذه الشبهات والمعجزات التي عنده الناس إيمانها ما يستطيع أن يقف أمامه. وجاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليفرن الناس من الدجال في الجبال، اهربوا منه إلى الجبال. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتحصن منه، قال: من أدركه أن يقرأ عليه فواتح الكهف. جاءت النصوص على العشر الآيات الأولى من سورة الكهف. ما السر فيها؟ قال العلماء: فيها إشارة إلى أهل الكهف كيف فروا من الطاغية حماية لدينهم، فالله سبحانه وتعالى جعلهم ينامون 300 سنة ثم أحياهم، ففيها القدرة ومعجزات الله والفرار من الطاغية، فكأنه إشارة إلى أمر هذا الطاغية.